هو مبدئيا كده خلينا نتفق ان التحكيم عندنا في مصر لا يفقه شيء، بجد والله لا يفقه شيء. انت تشوف الكوره اللي اتحسبت ضربه جزاء على الاهلي وطرد لاحمد فتحي، لا تعرف ان التحكيم عندنا بخير فعلا، ما بيفهمش اي شيء في التحكيم. انت لو متفرج عادي وقاعد بتتفرج على المباراه، الكوره الضرب اللي هي الفاول الغير مباشر او ضربه حره غير مباشره بتتحسب من بره ال 18، من ال 18 بقى التحكيم ما عرفش بيحسبها ايه، اصل احنا عندنا التحكيم بسم الله ما شاء الله. لما ترفع رجلك فوق ودماغ المهاجم فوق تتحسب على المدافع، لما تبقى دماغ المهاجم اللي تحت والمدافع ما تهورش يعني بيطلع الكوره تتحسب على المهاجم مش المدافع، لا ده يديها ضرب الجزاء بعد ما يرجع للفار. ده الفار يعني في وجود الفار حتى الاختراعات. وفي كرة تانية، الكرة التانية بتاعة المعلم حمدي فتحي، يا سيدي الكرة ممكن تتحسب من جوه عشان في رجل جوه ورجل بره وممكن تتحسب من بره، لا ده ما حسبهاش خالص ورجع للفار وما حسبهاش خالص. كورتين ابراهيم نور الدين بيتعلم، ابراهيم نور الدين بيتعلم تحكيم. انا مش عارف ضربة جزاء على الاهلي المفروض فاول على المهاجم وطرد لاحمد فتحي، والتانية الاهلي على الاقل فاول للاهلي، مش هقول لك ضربة جزاء يا عم، مش هتكلم انا في ضربة جزاء، لكن حسبها على لعيب الاهلي ان ما فيهاش حاجه، لا روح العب كورنر بسم الله ما شاء الله، ورجعت للفار وربع ساعه بيعيدوا له فيها وهو مش مقتنع، وتشوفه وهو بيروح يحسب ضربه الجزاء تحس كده بانتصار الحكم، ياه ضربه جزاء على الاهلي وعديها على الاهلي. معكم عصام السرساوي، لو اول مره تتفرج عليا معلش نرفستي انا، يعني اصل الحالات التحكيميه دي غريبه بجد والله، يعني اعذرني على نرفستي. لو اول مره تشوفني انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بفيديو بنزله جديد او قديم، ما تبخلش علينا باللايك عشان الفيديو ينتشر، اخبط اللايك يا جدع وشير للحلقه. وتعالى بقى نتكلم في عدم تتويج الاهلي النهارده في المباراه، مين السبب؟ اتكلمنا في التحكيم وقلنا القرارات التحكيميه النقطتين دول اتكلمنا فيهم، لكن هنتكلم على فايلر وطريقة لعب فايلر، طريقة لعب فايلر اللي مش عارف اقول ايه. يلا بينا يلا بينا. في البداية الاهلي نزل المباراة بطريقة 4-4-2 زي الاهلي ما بيخترع بقاله فترة، فايلر بقاله فترة مصمم على 4-4-2، فايلر اللي الاهلي معاه بيلعب 4-2-3-1 جميل قوي خالص، لكن هو مصمم. يعني الماتش اللي فات لما عدلها قدام الاسماعيلي الاهلي لعب حلو واحرز الهدف الثاني والثالث، الشوط الثاني كله لاعبين 4-2-3-1، لا فايلر ما يهونش عليه، ما يهون ازاي العب ازاي بطريقه 4-2-3-1 وهاجم من الاول وامسك الكوره في نص الملعب، يفشى بيديني خيارات في نص الملعب وبيظبط لي الدنيا في نص الملعب، لكن لا لازم ابوظها ولازم ابوظ الدنيا ولازم يعني اجعلصها وفي الاخر ابقى ابتدي احلها في الشوط الثاني. لكن الاهلي الشوط الاول بيلعب على الكرات العالية، الكرات الطويلة، كرة كده تحس بتاع شفت الانجليز زمان، هي دي الكرة تلعب من ورا لقدام ومفيش نص الملعب حد بيسلم ويستلم بجد والله. وكمان الاهلي مش مستريح في طريقة 4-4-2 وبتلعب الشيخ واجاي اللي برضه لسه مرجعش لمستواه، والشيخ لما بينزل في 4-2-3-1 بيبقى احسن من كده، لكن ليه اعدلها بقى في الشوط الثاني والشوط الثاني ابقى فوز وابقى اسمي ايه المدرب عدل في طريقه اللعب وقدرت اجمع الثلاث نقاط واخد المباراه. لكن طلع ربيعه، طبعا اكيد ربيعه مصاب، يعني طلع ربيعه ونزل احمد فتحي، احمد فتحي وما لحقش يعدل الطريقه لسه ويعمل اي تغيير تاني عشان يضطر ياخد فتحي في الدقيقه 55 انذار وفي الدقيقه 60 انذار وما عدلش الطريقه. الاهلي لعب ناقص لاعب، ما لحقتش تعمل حاجه. ليه بقى تبدا بالطريقه 4-4-2 وانت اساسا وحش في 4-4-2، ومروان محسن اللي كان ببادجي، مروان محسن مع بادجي ما بيعملش حاجه، مروان محسن مع بادجي بيبقى وحش والاهلي كله بيبقى وحش. انا مش فاهم انت ليه مصمم ليه انك تطلع الشوط الاول تعادل ولا ممكن اكون جايب هدف بس بلعب وحش وعدلها في الشوط الثاني، ما اقدرش يعدلها ونزل بثلاث تغييرات طبعا والاهلي ناقص لعيب وضربه الجزاء. خليني اتكلم بقى على الشناوي شويه، لازم ادي للشناوي حقه، الشناوي لازم ياخد حقه، الشناوي رجل الموسم في الاهلي، الشناوي احسن لاعب في الاهلي الموسم ده، بطولة الدوري الشناوي هو السبب فيها، الشناوي اللي دخل على ضربة الجزاء صد ضربة الجزاء، الشناوي اللي صد انفراد صريح بعديها
والاهلي بيلعب ناقص والاتحاد طبعا عنده سرعات، فلازم طبعا الاتحاد هيلعب على الهجمه المرتده. الاهلي اللي ما قدرش، انا على الاقل كنت قاعد بقول لا مش مشكله لسه فاضل 7 ماتشات هاتوج، بس مش عايز اتغلب، يعني ممكن متوج في اي لحظه من السبع ماتشات، بس مش عايز اتغلب، مش عايز اتغلب، ومش عايز اتغلب بطريقه بسبب مدربي. التحكيم، واتكلمنا عن التحكيم وقلنا ضربه الجزاء على الاهلي فاول للاهلي، والناحيه الثانيه الاهلي كان يا عم مش ضربه جزاء، كان ليه فاول وما اتحسبش. الشناوي ان النهارده عمل يعني شال كورتين كان كفيل ان الاتحاد يطلع 2-0، كفيل الاتحاد يطلع 2-0 ضربة جزاء، وجات للاتحاد فرصة ضربة الجزاء بقى وخلص المباراة. لكن انا ارجع واقول بهدوء، التحكيم عندنا في مصر اجازة، التحكيم اجازة بجد والله اجازة، التحكيم عايز يتعلم تحكيم، عايز يتعلم تحكيم والله. النهاردة يعني مواقف وطرائف، فضايح والله، والله فضايح تحكيمية، والله فضيحة، والله العظيم الناس بتوع بره دول لو يتفرجوا ويشوفوا كور زي دي فضايح. فايلر ارجوك يا استاذ فايلر، يعني حضرتك قعدت لي جيرالدو تنزل لي مروان محسن، ما هو انت لازم تخنقني بحاجه، يعني ايه يعني وليد سليمان يبدا؟ وليد سليمان كان عامل ماتش الحرس حلو وماتش الاسماعيلي حلو والدنيا جميله، وليد سليمان يبدا، وليد سليمان يلعب عادي والله الدنيا هتبقى تمام، العب 4-2-3-1 والله هتبقى عالي يا اخي. الاهلي بيلعب 4-2-3-1 حلو، الاهلي ما بيعرفش يلعب 4-4-2، وكل مباراه ندم فيها واقول لك يا عم فايلر الاهلي ما بيلعبش 4-4-2، اغنيها بغنيها والله بغنيها كل مره. الاهلي انت الدور الاول كله فزت ازاي 4-2-3-1، ما تعادلتش مباراه حتى الدور الاول، الدور الاول كله فوز، يعني مش فاهم يعني انت مش كفايه ابراهيم نور الدين علينا النهارده؟ مش هتبقى انت ابراهيم نور الدين، يعني انا عارف ان هو حتى لما بينزل بقفشه بيلعبه باك يمين، بيلعبه وينج يمين قفشه، وبيلعب جنب راس الحربه اجاي، هو لازم، هو بص هو مقتنع ب 4-4-2 مش هتقدر تطلعها من دماغه، هو جاي يغير طريقه 4-4-2 مش عارف ليه. انا كراجل دلوقتي مدرب قال لك سبه لعبه، يعني انا بلعب بالطريقه دي حلو وبكسب، اغيرها ليه؟ ايه اللي هيستفاد منه لما اغيرها؟ هيقول عليها عبقري ولا هيشتموني؟ اللي ما غيرش الطريقه اهو، اللي ما غيرش الطريقه اهو. لكن الاهلي محتاج تدعيمات، لازم تدعيمات، بالطريقه دي مش هناخد افريقيا، بالمنظر ده مش هناخد افريقيا، بجد بجد بالمنظر ده مفيش افريقيا السنه دي، يعني ما تحطوش امل على افريقيا. الاهلي لازم تدعيمات، الاهلي عايز لعيبه، الاهلي عايز لعيبه سوبر، الاهلي المدافعين يعني مش عارف هو طلع ياسر ابراهيم ليه بره ال 18؟ لو ياسر ابراهيم مصاب ماشي، لكن لو مش مصاب يبقى هو اجازه. يعني ايه اللي يخليك تطلع ياسر ابراهيم بره ال 18؟ قول لي سبب مقنع غير لو هو مصاب، عرفوني بس عشان انا مش عارف. لو هو مصاب ماشي، مش مصاب ايه بقى؟ ايه ليه ما عندكش غير المدافع الاحتياطي ده تطلعه بره ال 18 ليه؟ مش يعني هو ربيعه اتصاب، ربيعه اصابات اساسا. لكن بيتأجل التتويج النادي الاهلي للقب ال 42، فاضل له نقطتين، الاهلي على بعد نقطتين من اللقب ال 42، خلاص فاضل 7 ماتشات، يعني ان شاء الله يعني الموضوع مسألة وقت، الماتش الجاي للماتش اللي بعده يعني، بس لازم وقفة، لازم وقفة من فايلر ومع فايلر، لازم طريقة اللعبة تتغير. والتحكيم بسم الله ما شاء الله، والله احنا اجازة في التحكيم، والله احنا المصريين يا جدع، تحكيم عندنا مفيش كده. بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، قولوا لنا رأيك في الكومنتات ودمتم في أمان الله.